حديثة مروعة، حديثة مروعة، وأنا هذه الحديثة كنت نشوفها غير في الأفلام. هذه الحديثة كنت نشوفها غير في الأفلام، طيارة طيح. كتب ربي سبحانه باش شفت هذه الحديثة قدامي، كنت هابط نورمال أنا يا منا سوا في الجولف اللي هي، لقيت طيارة جاية من الغرب، جاية من الغرب هكا تخدم في هذا الكولوار هنايا. ضربة واحدة احتجت الطيارة شغل تزغد يمين يسار، من بعد كشغل بالونس بالونس، من بعد يطلع هكا، من بعد قلت بالك كاش دي تكنيك تاع كوبتير راه يدير فيهم، وكاع من بعد فقت باللي ماشي دي تكنيك تاع واحد راه يدير مناورة هكاك. جبت تليفون بديت نكاميري كيما كنت نكاميري، الطيارة طلعت هاك، من بعد عاودت هبطت، تكسرت الفرفارة، جات هبطت الطيارة. وفي الفيديو راه كاين واحد قاس روحو مسكين، سمعنا باللي مات، ربي يرحمه إن شاء الله، اعتبره عند الله شهيد واجب بالوطن. طيارة ضربت ضربت ضربة ضربة مروعة في الماء، هي ما كلاطاش فوق الماء كطلعوا النيران ولا كلاطات، دخلت ديريكت في الماء. أنا ما لقيت حتى وسيلة يعني من لابانيك اللي حكمتني، درت لايف في الفيسبوك، بديت نطلب في النجدة، نطلب في الحماية المدنية، بيسك دركا الفيسبوك ولا حاجة سريعة من أي حاجة، من مكالمة هاتفية قادر معيط الحماية نلقاوهم أونلين، قادر ما يرفدوش، قادر شحال من خطرة تسرنا. بصح في الفيسبوك هذه وسيلة راهي سريعة الالتهاب، والحماية يكونيكتي، الدرك يكونيكتي، العسكر يكونيكتي، والشعب بالبارطاج بارطاج الحمد لله يا ربي. كانت بالخف يعني بالخف، حتى شفت الحماية جاو لا مارين، زوج لي كانوت تاع لي سبادوني جاو، لي شالوتي تاع الناس بوهارون اللي كانوا داخلين للبور باش يفرغوا السلعه تاعهم، جاو للموقع وشافوا شافوا الحادثه هذيك،